اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج المبادره، لقاء يومي متجدد مع حضراتكم نرصد فيه اهم واخر الاخبار لفعاليات ونشاطات مبادره حياه كريمه، المشروع القومي العملاق والتاريخي الذي يستهدف الارتقاء بحياه اكثر من 60 مليون مواطن مصري في قرى الريف المصري. مفيش في الدنيا اغلى من وطن، ده الكل عندي اول ما يقولوا مصر انا هنا ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحب انا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها شايله تنطلق غدا فعاليات مبادرة أنت الحياة بمحافظة المنيا في مركز ملوي بقرية المعصرة ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة. مبادرة أنت الحياة هي أولى المبادرات التوعوية الكبرى لمؤسسة حياة كريمة، والتي قد كانت انطلقت أولى محطاتها بالفيوم ثم ثاني محطاتها كانت بالشرقية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد العمدة منسق حياة كريمة في المنيا. أستاذ أحمد، في البداية أنا برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين جميعا. مزيد من التفاصيل حول هذه المبادره واعمال هذه المبادره في المنيا تحديدا يا فندم. في الواقع يا فندم، مبادره انت الحياه في المنيا اليوم انطلاقا من الغد تنطلق في المنيا بالاقصر، وذلك عقب استضافه مصر لمؤتمر المناخ والمشاركه الفعاله لمؤسسه حياه كريمه في هذا المؤتمر. تنطلق المبادره بشكل شامل، حيث تتضمن فعاليات موسعة أيضا لذوي الهمم بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم في 3 ديسمبر. مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرتها بشكل قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية، وده طبعا هيستمر في باقي المحافظات، وده بسبب أن مؤسسة حياة كريمة تضع بناء الإنسان أولويتها في اثناء عملها في مبادره حياه كريمه. فعلى سبيل المثال احنا على الجانب الصحي، المبادره تشتمل على قوافل طبيه لجميع التخصصات، وهي من خلال شركائنا في هذه الفعاليه وزاره الصحه والجامعه البريطانيه وايفا فارما وكذلك جامعه المنيا ومستشفيات جامعه المنيا لتغطي كافه التخصصات الصحيه. على جانب اخر، هناك ملتقى للتوظيف بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه وبحضور عدد من الشركات ضمن سعي المؤسسه لتغيير واقع الحياه لدى المواطنين في قرى حياه كريمه. ايضا الفعاليه سيكون فيها العديد من المحاضرات والانشطه وورش العمل التوعويه لصندوق مكافحه الادمان على مدى ايام الفعاليه لطلاب المدارس في المراحل العمريه المختلفه وللكبار ايضا. وكذلك ستتضمن الفعاليه عمل 8 ورش يومية للمحاضرات التوعوية للمجلس القومي للمرأة، مع عدد 17 ورشة عمل لتعليم الحرف للسيدات، وكذلك عقد جلسات للدوار بشكل يومي مقدمة من المجلس القومي للمرأة. أيضا ستشتمل الفعالية على العديد من العروض الفنية من خلال مسرح أنت الحياة التي أقامته مؤسسة حياة كريمة، والذي سيشهد عرض عروض مسرحية متعددة بالتعاون مع الثقافة، وكذلك ورش عمل حرفية للسيدات مقدمة من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى ورش العمل التي أشرنا إليها المقدمة من المجلس القومي للمرأة. أيضا خلال الفعالية ستقام اختبارات واستكتابات لمحو الأمية وتقديم شهادات لمحو الأمية من خلال هذه الفعالية أيضا. وهناك العديد من الأعمال التي تتم، وكذلك فعاليات مخصصة لذوي الهمم في اليوم العالمي لذوي الهمم في 3 ديسمبر. الفعالية تستمر لمدة 6 أيام تبدأ من الغد، وهناك حالة
من الزخم الشديد تطال هذه الفعالية. وهناك هسأل حضرتك عن رد فعل المواطنين بالطبع يا أستاذ أحمد، وإزاي عرفتوا المواطنين أن أنت الحياة هتكون موجودة في المنيا. بس خليني أسأل حضرتك سؤال مهم، هل كل هذه الفعاليات الجزء المتعلق بالثقافة أو القوافل الطبية، يمكن إحنا شفنا أنت الحياة تحديدا كشفت على أعداد كبيرة، يمكن على سبيل المثال ليس الحصر، لو هنتكلم مثلا على بحر البقر 2 إحنا بنتكلم على قرابة 1000 مواطن، هل في جدول زمني أو ترتيب زمني الأولويات اللي هتعمل بها هذه المبادرة، ولا جميع الخدمات هتكون متوفرة من بكرة تحديدا يا فندم؟ بالطبع هناك جدول زمني لكل فعالية من الفعاليات، واحنا من خلال متطوعين مؤسسة حياة كريمة على مستوى مدن وقرى المحافظة، وكذلك من خلال الرائدات الريفيات التابعين القومي للمرأة، حشدنا العديد من المواطنين من اجل هذه الفعاليات طبقا لجدول زمني موضوع بشكل واضح ومنظم، حيث نشهد قوافل صحيه وطبيه يوم الخميس الاول من ديسمبر، ويوم الاحد والاثنين والثلاثاء القادمين، وكذلك ايضا هناك ملتقى التوظيف الذي سيعقد غدا، واشرنا الى ذلك، وهناك حاله من الحشد للشباب للحضور في هذا الملتقى. ايضا هناك فعاليات وورش عمل توعويه لصندوق مكافحه الادمان في ايام 1 و3 و4 و5 ديسمبر، فهناك جدول زمني واضح ونحن اعلنا عنه من خلال متطوعينا ومن خلال الصفحات الاعلاميه الخاصه بنا ومن خلال الزملاء المتطوعين في كافه المدن وفي كافه يعني الصراحة. نقدر نقول ان كافه المواطنين دلوقتي في المنيا تحديدا يا فندم عندهم درايه ان المبادره دي هتكون موجوده. طيب الجزء الهام في الحقيقة في هذه المبادرة هو الندوات التثقيفية والتوعوية، اختيار الموضوعات اللي حضراتكم هتتكلموا فيها ده بيكون برضو منسق، ولا مبني على سبيل المثال إحصائيات حضراتكم بتنزلوا تتكلموا فيها مع الناس، بتعرفوا إيه مشكلاتهم، إيه الموضوعات المفروض يكون في مزيد من المعلومات والثقافة والوعي تجاهها؟ في الواقع مؤسسة حياة كريمة ومنهجها منذ أن بدأت هذه المؤسسة أننا نقوم بعمل الحوارات المجتمعية مع أهالي القرى، ونتقصى عن أهم الموضوعات المهمة سواء كانت موضوعات مجتمعية أو موضوعات طبية حتى أو نفسية أو صحية، ومن خلال متطوعين ومن خلال وحدات الرصد الميداني الخاصة بالمؤسسة نجمع هذه البيانات، ومن ثم يتم صياغتها في صورة مبادرات وفعاليات تقوم بها المؤسسة. هذا ليس هذا فقط فيما يتعلق بأنت الحياة، بل في جميع المبادرات التي قامت بها المؤسسة منذ نشأتها. فنحن نقوم دوما في تخصيصنا على تخصيص تشاركي قائم على جمع واستقصاء آراء المواطنين ورغباتهم أولا، ومن ثم صياغتها في صورة مبادرات وفعالية. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد العمدة منسق حياة كريمة في المنيا، شكرا جزيلا لحضرتك. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي ومحافظة قنا زيارة طلاب الجامعة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز فرشود بقرية العراقي. بدأت الزيارة بمركز شباب العراقي لمشروع مجمع خدمات المواطنين، المجمع الزراعي، مكتبة كتابك، المجمع الطبي، نقطة الإسعاف، ومركز التأهيل الاجتماعي. وضح منسق مؤسسة حياة كريمة للطلاب المشروعات اللي بيتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية بقرى المركز، وتوضيح أيضا محاور المبادرة وكذا المبادرات التي قامت بها المؤسسة، وشرح كيفية رصد احتياجات الأهالي والعمل على تنفيذها، مرورا بمتابعة المشروعات وحتى الانتهاء من التنفيذ.
من الفيوم هنتابع تفاصيل الحوار المجتمعي اللي نظمته مؤسسة حياة كريمة في عدد من المراكز والقرى استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية فيها بداية من يناير المقبل. شهدت جلسة الحوار حضور 500 مواطن من قرى مركز الفيوم. النهارده كنا موجودين في قريه الزاويه في مركز الفيوم، وهي دي احد القرى والمراكز اللي ان شاء الله بتستعد لاطلاق المرحله الثانيه من مبادره حياه كريمه في الفيوم. النهارده كنا موجودين مع اهالينا، اتكلمنا عن مبادره حياه كريمه وقد ايه هي كانت حلم من سنوات، من 2019. في خلال 3 سنوات الحلم اصبح واقع، واحنا الان على مشارف انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة، وبنستعد الآن لإطلاق المرحلة الثانية. اتكلمنا مع أهالينا عن محاور عمل المبادرة، من بنية أساسية، توفير وعمل القرى النموذجية داخل القرى والكفور والنبوع، بدخول المية والكهرباء والغاز الطبيعي والألياف الضوئية وشبكات الصرف الصحي. سمعنا مقترحات أهالينا، وحقيقة الأمر أن أهالينا مقترحاتهم إحنا عرفناهم أن المبادرة هتغطي جميع المقترحات بنسبة 100%. بعتنا لهم رسالة اطمئنان أن الأجهزة التنفيذية في الدولة بالكامل حريصة كل الحرص على تنفيذ المشاريع على أعلى جودة ممكنة، تحقيق الاستدامة في تنفيذ المشاريع، أن بعد انتهاءها هتكون الخدمات المقدمة على أعلى مستوى. نشكر المجهود اللي بيقوم به السيد رئيس الجمهورية على هذا الحياة كريمة، وإحنا بنقول للناس المسؤولين عن هذا أن لازم أن يكون في اجتماعات مستديمة للتعرف على هذا الاجتماعات من المطالب اللي الناس بتطلبها. طالبين الصرف الصحي ومدرسة ومستشفى من ذي حياة كريمة، وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن حياة كريمة، وبنطالب بالخدمات اللي احنا عايزينها دي. سيادته يشكر على اللي بيعمله، وله جزيل الشكر هو والحكومة واللي بيعمل معاهم، وبنشكر حياة كريمة برضو معانا. احنا فعلا شايفين حاجات كويسة جدا بتتعمل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا فعلا بنعرض مشاكلنا في قرية الزاوية اللي هي في صرف الصحي عايز في عزب جنبينا زي عزبة علي عبد العال، قريب منها جدا الصرف الصحي، وكانوا وعدونا انه ما يوصلوا، فاحنا نتمنى ان يبقى في حياة كريمة برضو مكتب بريد، مكتب سجل مدني، وفعلا مدرسة إعدادية في المكان اللي احنا فيه ده، في أرض أوقاف، عندنا قطعة أرض أوقاف حلوة كبيرة في وسط البلد، وإحنا فعلا في احتياج لمدرسة ثانوية. أنا بسلم على سيادة الرئيس السيسي حبيبنا ونور عينينا، وربنا يخليه ويجعله نصر لمصر، ربنا يبارك لنا فيه ويجعله في كل خطوة سلامة، ويجعلنا يا رب العالمين بحق جاه النبي، وينصر على من يعاديه. بالتقرير الذي أعده لنا الزميل ميشيل عبد الله من الفيوم عن الحوار المجتمعي، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من المبادرة. بشكر لحضراتكم طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.